السلام عليكم يا شباب. يعني ان شاء الله ده كده هيبقى فيديو بسيط بس عن الريبورت بتاع المعمل، بحيث ان انا كده اشرح لكم فيه بس سريعا، او مش هشرح، هفكركم سريعا بس باللي هو مطلوب مننا. يعني بصوا يا شباب، هو مطلوب سريعا ان احنا نعمل ان احنا نطبق اللي احنا شفناه في سنة تانية في السكاشن معايا او مع باشمهندس مرادني، ان احنا تشوفوا بس احنا نقدر ان احنا نطبق عملي على الجزء بتاع الفلو ان بايبس. تمام، فالفكره كلها في ايه؟ ان احنا هندرس كذا سيناريو، هنشوف ايه هي المطالب علينا، بالاخص ان احنا نشوف نقدر نرسم البريشر ديستريبيوشن او التوتال انرجي لاين والهيرو جريدينت لاين. فعشان احنا نعمل كده، فاحنا شفنا البريشر ديستريبيوشن في اربع اماكن، فتعالوا كده انا همشيها معاكم كده واحده واحده. احنا في الاول عشان برضو كانت واضحه للناس، احنا كان بيبقى عندنا ده الخط بتاع الميه، تمام، ده بتبقى هي البدايه بتاعته ان هو جاي من الشبكه اللي ماشيه في الكليه، ماشي. بعد كده ان احنا عشان نقدر نقيس الاستاتيك بريشر، فاحنا بيبقى عندنا البايب اللي هي بتبقى المايله دي، ان احنا بنيجي في الاخر ان انا بقيس الايه ده البريشر بتاعي. لو انتوا فاكرين كان عندي البريشر ده اللي هو كنا احنا مسمينه ايه في المعمل، ايه ده؟ هو بريشر 1. بريشر 1 ده يفترض ان هو بيقيس الاستاتيك بريشر، ان انا عندي هنا البايب المايله اللي هي قدامكم دي ما فيش فيها فلو، فدي اكنها بتقيس الايه الاستاتيك بريشر اللي موجود عند ايه اللي موجود عند نقطه الايه الدخول اللي قدامكم دي. بعدين العداد الثاني ده اللي احنا كنا بنسميه بريشر 2، اللي هو على ارتفاع معين من اللي موجود عندي. وكمان بس شويه بس هوريكم الايه قرايه بريشر 3 وبريشر 4 ونشوف احنا كنا هنعمل ايه في المعمل. ده كده يا شباب هو القرايه بتاعت ده هو العداد اللي بيقرا لي البريشر بتاع بريشر 3، تمام. ده هو المكان بتاعه. يعني احنا كنا في الاول عند الركن ده تقريبا بالظبط، دلوقتي احنا بقينا عند الركن ده اللي هو الركن اليمين من الايه الركن اليمين من المعمل، ماشي. وده كده هو المكان بتاع بريشر 4. يبقى احنا كنا في الاول كنا احنا هنا ده بريشر 1 و2، والركن الثاني هناك كان بريشر 3، وهنا دلوقتي انا بقيت فين؟ عند بريشر 4. طبعا نشوف احنا عملنا ايه كده ايه في المعمل واحده واحدة، ماشي. سواء الحاجات اللي كان دكتور اب كان بيقولها ان انت تحدد نوع الماتيريال بتاعت البايب، ونشوف ايه الحاجات المطلوبه منكم واحده واحده. بقى عايزكم بقى تركزوا معايا كده ايه واحده واحده. بصوا يا شباب، احنا كان اول حاجه كان دكتور ايهاب كان طلبها منكم، وهي ان احنا نحدد نوع الماتيريال بتاعه البايب، تمام. طيب دي تمت ازاي؟ كان ان انت في الاول احنا طبعا زي ما شايفين، يعني لو احنا بصينا بصوا يا شباب، احنا بس في الاول عايز اوضح لكم حاجه، ان احنا عندنا هنا خطين، في خط متلون بالزيتي وفي خط متلون بالايه بالابيض، زي ما هو حتى كده ايه واضح قدامكم. الخط الزيتي ده هو بيبقى خاص بشبكه الميه، والخط الابيض ده بيبقى خط بخط الايه الجاز، لو بالهواء قصدي، لو احنا عايزين كومبريس خط كومبريسور او كده. طيب اول حاجه سيبكم ان احنا طالبينها منكم، او بالاخص كان دكتور ايهاب كان طلبها منكم، وهي ان احنا نحدد نوع الماتيريال بتاع البايب، لان احنا نحسب بينها الابسلون او الرفنس. فهو دي انتوا قدرتوا تجيبوها منين؟ ان انتوا من على السبيشال كومبوننتس او البلوف اللي بتتحط على البايب، لقينا ان احنا بيبقى عندنا هنا بي في سي بايب، ماشي اهو. هتلاقوا ان انا عندي هنا بي في سي، وعندي هنا بريشر نمبر ب 16، ومديكوا دي ان 50 ايه 2، تمام. انتوا كان مطلوب منكم هنا ان احنا ان انتوا تحددوا ايه، كان مطلوب منكم ان انتوا تحددوا نوع اللي او مش خلاص نوع الماتيريال احنا حددناه، مطلوب منكم انتوا زياده هتدوروا عليه اللي هو السكيجول، او بالاخص ان انا اقدر احدد السيكنس بتاعه البايب، لان زي ما خدته في الدكتور مع الدكتور في المحاضره، في عندي سكيجوال 10، سكيجوال 20، سكيجوال 40. فانت بيزد على النومينال دايمتر اللي هو عندك ب 2 انش، دي ان ده ب 50 يعني 2 انش، وعندك البريشر بنمبر ب 16 يعني ماكسيمم بريشر اللي البايب تقدر تتحمله. فانت بيزد عليها هتروح تدور في كل نومينال دايمتر ب 2، وتجيب كل سكيجوال، تشوف مين السكيجوال اللي يتحمل الايه الضغط ده، تمام. دي كده يا شباب كانت اول جزئيه. يبقى احنا كده حددنا اماكن الضغط، وبعد كده حددنا الايه المطلوب الاولاني ان انا طالبين منكم ان انتوا تعملوا ايه، نحدد نوع الماتيريال. دي الحاجات لازم انتوا هتوضحوها في الريبورت بالتفصيل كده ايه واحده واحده، حتى لو قدرتوا تاخدوا سكرين شوت من الايه من الكلام انتوا بتجيبوه، سواء ايا كان الريفرنس او حتى ستاندرد او حاجه من على النت، لازم هتوضح انت جبتها ازاي. طيب بصوا يا شباب، تعالوا كده ايه اوضح لكم شكل السيستم عامل ازاي. احنا زي ما اتفقنا اول حاجه ان يعني دي تعتبر هي نقطه القله عندنا، ان هي جايه لي من الشبكه، او جايه لي من شبكه الايه؟ جايه لي من شبكه المايه اللي ماشيه في الكل. بعدين ده زي ما اتفقنا، ده مثلا ده العداد بي 1، وبعدين طلعنا لفوق شويه ده 2 اللي هو كان هناك ده، وبعدين بي 3 اللي هو في المعمل اللي هناك، وبعدين عندنا ايه؟ بي 4 اللي هو في اخر المعمل،
تمام؟ ده كده هو يعتبر دي اماكن العدادات الدقيقه اللي موجوده عندي. تعالوا كده نشوف كده المطالب كده واحده واحده. انت اول مطلوب منك ان هو ان احنا نعمل ايه؟ معايره للبريشر جيجز اللي عندك. طيب مين الريفرنس بتاعنا؟ الريفرنس بتاعنا هو هيبقى البريشر بي 4 اللي هو كان عند اول المعمل زي ما احنا كنا حاضرين في المعمل، تمام؟ الفكره في ايه؟ هقول لكم الفكره كده بمنتهى البساطه. نفترض مثلا ان انا عندي البي 4 ده مثلا سي مثلا قاري 1.4 بار مثلا. وهنفترض مثلا ان هو سي في نسبه ايرور مثلا 1% او 2%. الارقام دي انا مش هسيبها بس اوضح الفكره. فبعديها مثلا هنفترض مثلا الاريا الصح مثلا كام؟ 1.2 سي مثلا. الارقام دي مش موجوده بس واضح الفكره. فالفكره كلها ان انت خلاص انت كده عرفت الاريا الايه؟ الصح بتاعك. طيب ايه الفكره بقى؟ مثلا ادي انت معاك مثلا كرايت مثلا في حاله الاستاتيك، الكلام ده بتكونوا برضه عشان فاهمين في حاله الاستاتيك ان انا ما عنديش في مكتب. طيب هتلاقي الفكره كلها انت مثلا معايا اهو ادي بي 4 وادي بي 3 سي مثلا وهم في نفس الليفل. فلو القراءه الصح ده بتاع ده مثلا 1.2 وده قاري 1.3 يبقى في فرق هنا كام؟ هيبقى في فرق 1.1 بار. يبقى انت كده عرفت ان مثلا البي 3 ده في مثلا نسبه ايرور مثلا سواء الابسولوت ايرور او ريلاتيف ايرور هيطلع لك ايه؟ رقم معين. طيب نصعب الموضوع شويه، لو انت مثلا قارنت بي 4 ببي 2 فمثلا طبيعي مثلا بي 2 هيقرا لك مثلا سي مثلا ايه؟ 9.10 ايه؟ 9.10 بار. فانت يا اما انت مثلا هتحاول تطلع الضغط ده تخليهم هما الاثنين يبقوا على نفس الليفل، تخلي بي 4 مع بي 2 في نفس الليفل، او بي 2 هتنزل الايه؟ المسافه دي وتقارن. فسي مثلا لو احنا افترضنا على المستوى ده البريشر مثلا كان بايه؟ الصح مثلا كان 1 بار من 1.2 لو طرحت انا لوجي اتش اداني 1 بار يبقى ده لازم هيكون برضه سي مثلا هو هيبقى فيه نسبه ايرور بكام؟ ب 9.10. فهي دي كده في الاول هي الفكره بتاعت الايه؟ البريشر جيج كالكوليشن. انت بيبقى عندك ريفرنس اللي هو بي 4 ده اللي هو انت هتحدد نسبه الايرور في ايه؟ في كل شيء. حاجه كمان برضه اللي انت هيبقى عندك هنا ده شكل بي 1 مثلا، انت عندي هنا ما فيش كي. فهو ده يعتبر اكنه ان هو هيقرا لك الاستاتيك بريشر بتاع الايه؟ بتاع انت هيبقى عندك الضغط ده بيساوي الضغط ده نتيجه ان هم هوريزونتال على نفس الليفل، فبالتالي الضغط ده هو هيبقى قارب ايه؟ هيبقى قارب الضغط. ماشي دي كده شباب ايه؟ اول جزئيه. وقف. بص يا شباب احنا دلوقتي بقى هنتكلم بقى على ايه هي السيناريوهات اللي احنا درسناها في المعمل سريعا بس دي اللي احنا في حياتنا احنا خدنا عليها الحياة. احنا اول حاجه شباب خدنا سيناريو ان انا هوصل ليه؟ ان احنا كنا بادئين من اول الخط كملنا لغايه ما اوصل لغايه هنا، احنا كان عندنا في فلو داخل النقطه دي لغايه النقطه دي. ده كده كان هو الستايل الاولاني او السيناريو الاولاني اللي هو ايه؟ سنجل بايب، تمام؟ بس هو كان الفكره كلها ان هو كان بدايته من النقطه اللي هي اخر المعمل لغايه النقطه ماشي. بعد كده درسنا سيناريو تاني اللي هو برده من اول الشبكه من هنا لغايه كملنا لغايه الاخر اللي هو كان تقريبا وراه مكتب دكتور عصام ماشي. فكان عندنا السيناريو التاني برده ان انا عندي فيه سنجل بايب. طيب السيناريو التالت اللي هو كان فيه فلو اللي هو كان فين؟ ان احنا خلينا الفلو ان هو انا هيبقى عندي هنا فيه كيو توتال بيتحرك من الاول في جزء بينزل هنا عملنا فتحه ان في فلو بيتحرك من هنا وعملنا فتحه ثانيه اللي هو مثلا هنا في كيو 1 وهنا في ايه؟ كيو 2. فكان ان انا عامل هنا تو بايبس ان ايه بارل، عندي البايب دي بارل وعندي البايب دي كلها اللي هي بتبقى ايه؟ بارل. فالسيناريو الثاني ان انا عندي الايه؟ البارل بايبس ماشي؟ هتلاقوا يا شباب ان احنا اخذنا القرايات دي اللي هنا دي درسنا الثلاث حالات دول اخذناهم في كام فتره؟ اخذناهم في ست فترات. فانت مطلوب منك في الريبورت انت توضح لي الست فترات، توضح لي كل واحده فيهم تمام؟ ويفضل كمان انت يكون تعليقك مثلا على التيرم بريشر، يعني مثلا سي مثلا البريشر بتاع نقطه واحد ده على ست فترات انت هتقول لي تعليقك هل ليه القيمه بتاعته بتتغير مع الفترات المختلفه؟ يعني مثلا انت كان عندك مثلا ايه؟ كنا احنا في رمضان اخذناها مثلا يوم الثلاث الفتره اللي اخذناها مثلا الثانيه والثالثه والرابعه، فانت عارف ان انت عندك ضغط الشبكه بيتغير مع اليوم على السلك اليوم بتاعك، فمثلا ممكن يكون الصبح الضغط عالي مثلا يكون 1.2 بار، بعد كده مع الوقت لما توصل ساعه الزوره مثلا يبقى 1 بار مثلا، دي بتبقى الفكره. ماشي يا شباب؟ طيب ايه كمان مطلوب منكم يا شباب برضه؟ الحاجه الثالثه اللي انا اطمنها منكم ان انت الكيسز دي اللي هي سنجل بايب في الحالتين سواء اللي هي اخرها هنا او اخرها هنا او البارال بايبس ان انت هتروح تعمل لها سيميليشن على برنامج ايه؟ على برنامج الووتر جيم. وده برضه كان في ناس بتسالني ان الووتر جيم هو الووتر كيت. نفس هتروح
هتروح مثلا بنفس الطول بتاع الشبكه، بنفس الماتيريال بتاعت البايب، بنفس البريشر اللي داخل لك هنا او اي حاجه ايكويفالنت للبريشر اللي داخل لك، سواء تانك بيديلك نفس البريشر، هتروح تعمل سيميليشن لثلاثة كيسز وتقارن. ماشي؟ طيب المطلوب برضه شبه اللي هو برضه كنا احنا طالبين منكم، يمكن انا نزلت لكم بوست سنتر في الطوش اللي هو ايه؟ انت كل حاله من دول يفترض ان هي هتطلع لك كيو. تمام؟ فانت عندك ايه في البدايه؟ انت هنا احنا ممكن هنا بطريقه اكسبيرمنتال احنا ممكن نطلع ايه؟ بصوا معايا كده. احنا دلوقتي احنا عندنا الهيد لوس ان هو بيساوي ايه؟ اف ال بي سكوير على 2 جي او 8/10 اف ال كي سكوير على جي دي اس. تمام؟ فالفكره كلها ان انت دلوقتي انت معاك الهيد لوس ومعاك الفي ومعاك الدايمتر ومعاك اللينس، تقدر تحسب الاف صح ولا لا؟ يعني انت دلوقتي معاك الكيو تقدر تجيب منها ايه؟ قيم للاف. معاك ثلاث حالات الكيو، مثلا معاك كيو 1 ومعاك كيو 2 ومعاك كيو 3، تروح تجيب منها الايه؟ الاف. طيب ايه بقى اللي انا هبطله منك؟ ان انا هبطلب منك ان احنا خلاص احنا هنا شغالين عند ايه؟ عند سيرتن مش عارفين، احنا خلاص معانا نوع الماتيريال، نوع الماتيريال بتاعت الطايب احنا طلعناها ان هي بي دي سي، ومعانا الدايمتر لان الدايمتر هنقدر نحسبه من السكيجول. يبقى انت خلاص عند كيرف ومعايا ايبس على دي، هتقدر ان انت ترسم ايه بقى؟ لو انت فاكرين كانت كيرف مودي شارت بيبقى عامل ازاي؟ ان انت كان بيبقى عندك الكيرف قصادها ايه؟ قصادها رينولدز نمبر. فانت زي مثلا هتطلع كيرف مثلا ان هو هيبقى حاجه كده، خلاص انت عند كل واحده من دول انت عندك هنا الكيو ده هتجيب منه رينولدز نمبر برضه، فهترسم الاف مع الرينولدز نمبر ايه؟ طيب ده كده، ده هو الكيرف ده اللي احنا طلعناه من المعمل. انا بقى عايز اقارن بقى الكيرف ده، عايز اقارن ايه؟ يفترض ان هو بسرعه ايديال، لو احنا كانت شغلنا كان صح يعني ان هو يطلع لنا حاجه بالشكل ده كده. ايه اللي انا هبطلبه منك؟ هبطلب منك برضو ان انت هيبقى في كيرف معين طالع مثلا من موديل شاطر. احنا بقى عايزين نشوف الفرق ما بين قراياتنا وما بين قرايات ايه؟ مودي شارت، اللي انت هيبقى عندك مثلا في علاقه بيها. طيب ايه كمان؟ انت احنا عارفين برضو ان احنا عندنا الفي في سي بايب لما بنشتغل بيها في السكاشة، احنا عارفين دي ان احنا بنقدر نعملها كايه؟ كسموث بايب. صح؟ طيب دي احنا ممكن برضو نستخدمها في ايه؟ احنا ممكن الفي في سي بايب دي احنا برضو ممكن نقارن مثلا معادله زي، عندك بقى معادلات كتير، برضو ممكن ترسم كيرف مثلا حاجه زي سوامي جين، حاجه زي فانتم، برضو هيبقى عندك هنا برضو في كيرف تاني بنقط كده برضو لاي معادله اكسبريشن احنا الدكتور ايهاب شرحها لك في المحاضره تقارن بيها. فانت مثلا انت من كل حاله كيو هتطلع فريكشن فاكتور ومعادله مثلا سي مثلا، ممكن اي حد يشغل دماغه يعمل حاجه ثانيه يقارن. طبعا يا شباب الكلام اللي انا قدامكم على السبوره ده هو مش ده مش مجرد بس ان انت هتبقى انت ملتزم بيه بس، انت ممكن تضيف لو حد مثلا عايز يحسن درجاته وعايز ياخد بونص، ممكن تيجي على باله حاجه ثانيه مثلا ان هو يعمل بقى شغل في المعمل. ماشي؟ اللي هيبقى بيتسبب لكم يا شباب حاجه زي دي مثلا اللي هي اطوال الوصلات دي، كانت في ناس بتيجي بالمتر وتقيس في المعمل. ماشي؟ دي بس اللي هي هتبقى ايه؟ متسبب. لكن غير كده ده هو يعتبر الهيد لاينز الخطوط العريضه اللي احنا ايه؟ عملناها في المعمل. اظن كده يا شباب انتوا كده ما عندكوش حجه، تقدروا تشتغلوا دلوقتي وان شاء الله احنا معاكم في اي وقت.